الذنوب تعريفها وكيف تعالجها بالعقل الكوني. طبعا تناول هذا الموضوع كثير من علماء النفس والفلاسفة، كتبت كتب كثيرة جدا، وهناك في اليوتيوب كم هائل من الفيديوهات تتحدث كيف تعالج أخطائك أو كيف تعالج الذنوب التي ارتكبتها في حياتك. وعلى الرغم من كل هذه العلاجات ومن كل هذا الكم الهائل من المعلومات المتوفرة لدى الإنسان، يأتي الإنسان ويقول أنا لا أستطيع أن أتخلص من الأفكار التي يعني تشعرني أنني مذنب. وقسم من البشر طبعا يتحطمون، يعني حقيقة نقول، دعونا نقول أنه قسم من البشر يشعرون أن هذه الذنوب عبارة عن سلاسل ثقيلة تقيدهم، وقسم منهم يعني يشعرون بالإحباط الشديد، يقولون انتهى كل شيء في حياتي. طبعا البشر كلنا نخطأ، رؤساء دول، وزراء، تجار، علماء، مشاهير، ناس عاديين، كل البشر يخطئون. وقسم منهم طبعا لا يقترف إلى هذا الخطأ، قسم منهم يتفاعل مع الخطأ، يجد حلول. القسم الآخر كما قلنا تكبله بسلاسل ثقيلة جدا هذه الذنوب، فيفكر بها ويحاسب نفسه ويقول لماذا عملت هذا، ولماذا عملت ذلك الشيء، ويا ليتني لم أعمل هذا الشيء، ويا ليتني لم ألتقي بهذا الشخص، ويا ليتني لم أقل هذا الشيء. طبعا الأخطاء أو الذنوب لها درجات، لها أحجام، هناك أخطاء بسيطة، هناك أخطاء متوسطة، هناك أخطاء كبيرة جدا جدا، يعني تعتمد على مقدار نوع العمل الذي ارتكبه الإنسان، أقصد الخطأ العمل، يعني في هذا الفيديو أقصد الخطأ الذي عمله هذا الإنسان. هناك مجرمون حقيقة وارتكبوا جرائم يعني كبيرة جدا، أو دعونا نقول فظيعة في فظاعتها يعني بالبشرية. هناك حروب بين الدول، ويعني بعد هذه الحروب جنود قتلوا جنود آخرين، فالجنود الذين قتلوا جنود آخرين شعروا مثلا بذنب كبير. هناك يعني الآن مثلا نرى في الشرق الأوسط زنات، يعني عاهرات بكثرة حقيقة. هناك وثائقيات، ويعني هذه الوثائقيات تشرح لماذا مثلا البنت أو السيدة ارتكبت مثلا هذا الذنب، فهناك تبريرات أيضا، يعني عندما ترى هذه الفيديوهات هناك أيضا تبريرات، وهناك يعني أخطاء كما قلنا يعني بقصد، وهناك أخطاء لم تعمل مجرد بغير قصد أو جهل. ونستطيع أن يعني أن نذكر أمثلة ونذكر مواضيع كثيرة حقيقة يعني تخص هذا الموضوع، موضوع الذنوب. إذا كيف نتفاعل معها؟ كيف يعني نحول هذه الأخطاء التي يعملها الإنسان طبعا بحيث تتحول إلى طاقة إيجابية؟ أريد أن أقول العقل الكوني يسمى العقل الإلهي، يسمى عقل الحب، يسمى عقل الضوء، فيه لا يراك مذنبا، يعني عقل الله لا يرى الإنسان مذنب. وهنا نحن نعرف يعني الإنسان يقول هذا الكلام جميل، هذا الكلام رائع، ولكن يا أخي على أرض الواقع صعب أن أقتنع به. أنا تأتيني، يعني يقول الإنسان، تأتيني أفكار سلبية تحسسني أنني أخطأت. هذا الحجم التفكير الذي يفكر فيه الإنسان نقول ترددات العقل الواعي، العقل الواعي لأنه صغير، لأنه لا يفهم علوم الكون، أو بالأحرى نقول لا يفهم الحقيقة المطلقة. فالعقل الواعي يعطيك أحاسيس خاطئة، أحاسيس ناقصة، أفكار خاطئة. فأنت مثلا متمدد في الليل وبوب مباشرة أتت عليك فكرة سلبية تذكرك بخطأ أنت عملته في الماضي، وتشعر
بالذنب أو تشعر بمقاضاة نفسك فتقول لماذا 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 لماذا. بالمناسبة ونحن نتكلم نريد أن نقول أن الذنوب طاقة سلبية تؤذي صحتك النفسية والفكرية والجسمية، يعني هي تمتص الشعور بالذنب يمتص الطاقة الإيجابية. طبعا نحن أيضا تكلمنا يعني في القناة حول مواضيع الطاقة السلبية والشيطان. هنا أريد أن أذكر نقطة لأنها متعلقة، الشيطان في الدين يسمى الشيطان يستخدم الذنوب المخزونة في العقل الباطن لكي يكبرها ولكي يحسسك أنك إنسان لا تساوي شيئا وأنك أخطأت وأنك لا تستطيع أبدا أن تنجح في الحياة. الشياطين يعني بالدين يسمى الشيطان، الشيطان يبحث عن الناس الذين ارتكبوا أخطاء. نعم هذا جدا مهم، هذه النقطة مهمة جدا جدا، الشيطان يبحث عن الناس الذين ارتكبوا أخطاء ولديه القدرة على أن يمتزج الشيطان، ترددات الشيطان، فكر الشيطان يمتزج مع هذه الترددات السلبية الذنوب، وبالتالي يستخدمها ضد الإنسان. فيجب أن تعرف هذا، يجب أن تعرف أنك محاط بطاقة سلبية تسمى الشيطان، في الدين تسمى الشيطان، والشيطان يلعب بك عن طريق تكبير ذنوبك وجعلها أنها هي الحقيقة، وجعلها أنها هي أنت. وهذا كله في يعني في علوم الله أو علوم الكون هو خاطئ، يعني شعورك بالذنب هو خطأ، هو خطأ. ماذا نقصد خطأ؟ بمعنى غير حقيقي، ليس نابعا من روحك. الإنسان حقيقته الروح، يعني الروح عندما نقول الروح بمعنى الصفاء، الجمال، الطيبة، الذكاء، الحب. بالرغم من هذه الأخطاء التي لو أنت عملتها بغض النظر عن حجمها، بغض النظر عن الدور الذي أنت لعبته، ربما ضد مجموعة، ربما ضد شخص، أو ربما ضد نفسك، يعني كثير ناس أذوا نفسهم، لم يؤذوا ناس آخرين ولكن أذوا نفسهم. مثلا دعونا نقول الإدمان، الإنسان يشعر بالذنب لأنه مدمن مثلا على الكحول على سبيل المثال. يعني فبالرغم من هذه الأخطاء سواء كانت كبيرة صغيرة، نريد أن نقول لك أنت إنسان رائع. طيب أنا عندما يعني أتحدث وأقول الإنسان قوة، الإنسان ذكاء، الإنسان جمال، أيضا في نفس الوقت أقول يعني وأفكر، أقول كيف نستطيع أن نبين للناس أن هذا ليس هو حلم، أو هذا ليس كلاما نريد أن نسكن آلامك. يعني أنا أفكر أقول كيف نحاول أو نريد أن نبرهن أن هذا الكلام هو كلام حقيقة الله، كلام الكون. أنه امرأة، دعونا نفرض هذا المثال، هناك امرأة دعونا نقول زنت 100 مرة 1000 مرة على سبيل المثال، أو رجل ارتكب جرائم قتل كثيرة وسجن أو مسجون، فكيف نستطيع في هذه الحالة أن يعني أن نقول له أن الله يحبك، أو أنت ضوء، أو أنت روعة؟ يقول أنا لا أستطيع أن أقتنع، أنا مكبل ب يعني أفكار سلبية دائما تقاضيني ودائما تحسسني أنني فشلت في الحياة أو أنني لا أساوي شيئا. موجودة يعني في السجون مثلا هناك مجرمين وخطرين، يعني على مستوى عالي ارتكبوا جرائم جدا كبيرة، فيشعر هذا الإنسان بكره نفسه ويشعر بالذنب ويقول انتهت حياتي، هو يقول يعني يقول انتهت حياتي، فأنا مجرد يعني أعد أيام. يكره نفسه ويعنف، دعونا نستخدم هذا المصطلح، يعنف نفسه كثيرا. حتى امرأة فشلت في الزواج مثلا، أو امرأة لا تستطيع الإنجاب، أو امرأة فشلت في عمل، أو امرأة صادفت موقف أثر عليها نفسيا، فأيضا نفس الشيء يعني تقول انتهى كل شيء، وتبدأ تكره نفسها، تحقد على نفسها، ثم تقارن وضعيتها مع وضعية فتيات أخريات فتشعر بالقهر وتشعر بالذنب
وبالتالي شيئا فشيئا نرى تجاعيد على وجهها، نرى كلامها يعني لا يعطي أمل، كلامها كله فيه تشاؤم. هو هذا أساسا الشعور بالذنب. في العقل الكوني، عقل الله، عندما نقول العقل الكوني هو عقل الله، عقل الله يحبك، عقل الله لماذا؟ لأنه عقل الله لا يراك منفصلا عنه. يعني في علوم الميتافيزيكس دائما نقول للناس إن الإنسان والله واحد، وهذا نحن نعرف صعب الإنسان يعني يقتنع فيه إذا أيضا هو ارتكب أخطاء كبيرة، فنأتي إليه ونقول يعني أنت مع الله واحد، لأن الله يراك جزءا منه. هو في الحقيقة الله زرع، لاحظ هذه الكلمة، الله زرع فكره، الله زرع فكره فيك أو فيك، حب الله زرعه فيك أو فيك، جمال الله زرعه فيك أو فيك. هذه هي الحقيقة المطلقة، الحقيقة المطلقة. الله لا يعرف الذنوب، لماذا؟ لأن الله لا يعرف الشيء السلبي. الله مطلق، عندما نقول الله مطلق بمعنى ذكاءه غير محدود، حبه غير محدود، فيكون، لاحظ، يكون أكوان وكائنات تتسم بالجمال الغير محدود والحب الغير محدود والذكاء الغير محدود. أيضا نرجع ونكرر نقول، أنتم ربما الآن تسمعون هذا الفيديو تقولون هذا كلام جيد، هذا كلام رائع، هذا كلام فيه يعني فيه نشعر بالسكينة، ولكن يا أخي بالرغم من هذا الكلام الجيد، فنحن نشعر أن هناك سلاسل تقيدنا، نحن أخطأنا وعملنا هكذا وهكذا وهكذا، فلا نستطيع، نشعر في الليل بهذه الأفكار السلبية تأتينا تهجم علينا ولا نعرف كيف نتعامل معها. إذن التعامل أولا سامح نفسك. نعم، تقول أنا أسامح نفسي، ويجب أن تعرف أن هذه الأفكار الشيطان يدفعها إليك، هذه الأفكار لست أنت. دائما يعني في قناتنا أن الأفكار السلبية ليست أنت، فتقول نعم تأتيك هذه الأفكار، تقول يعني تقول نعم تأتيني هذه الأفكار، ولكن أنا أسامح نفسي على هذه الأخطاء. هذا الشيء الأول. الشيء الثاني وهذا مهم جدا 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 الذي سوف نقوله، عندما تأتيك فكرة الشعور بالذنب حاول لا تمنعها. نعم اخرجها، يعني اخرجها، نقصد ائتي بها إلى العقل الواعي وعشها، وهذا مهم الذي سوف أقوله، عشها، عش هذا الخطأ الذي أنت عملته، واشعر ضوء الله يدمر أو يمسح هذا الخطأ، وتقول الله يسامحني وأنا أطلب يعني المسامحة، وتسمى الاستغفار، الاستغفار من الله، لأن الله يحبك. نريد أن نقول ونقول ونقول الله يحب البشر بغض النظر لو كان يابانيا، لو كان مسلما، لو كان يهوديا، لو كان مسيحيا، لو كان عربيا، لو كان هنديا، صابئيا، يزيديا، الله محبة. يعني الله، صفات الله أحدها المحبة، الله يحبك، الله يريد لك الخير. نحن أريد أن أكرر، لا نعطيك تسكين، يعني تشاهد هذا الفيديو وتشعر بالسكينة، هذه حقائق. فنعود، إذا الأفضل أن تأتي بهذه الأفكار وتتمرن، أخرجها 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 إلى العقل الواعي، وعش الخطأ الذي أنت ارتكبته، وترى أن الله بضوءه يمسح تماما هذا الخطأ، أو تراها هذه الأخطاء تتحول، يعني تشعر، دعونا نطبق هذا التمرين، تشعر أنك على ضفة بحر وهواء جميل وتستمتع بالهواء الجميل والشمس الرائعة، وهذه الأفكار التي هي عبارة عن دعونا نقول تزييفات أو أكاذيب العقل الواعي التي هي الأخطاء، الله غلفك بها بضوئه العظيم الغير محدود،
وتبخرت، يعني أخذتها الرياح، أخذتها الرياح، انتهت. طبعا نصل إلى حافة الآن، ويعني يتغير الموضوع الآن، يعني ربما تتفاجئ، لكنه أنا أريد أن أقول هذا. هناك أخطاء بالرغم من هذه التمارين وهذه يعني الأمور، تقول ليس هناك نفع وفائدة، وهذه موجودة، نعم موجودة عند البشر. بالرغم نقول هذه التمارين، نذكر هذه التمارين، لكن يقول الإنسان أنا لا أزال أشعر بالذنب. ففقط يعني نريد أن نقول هذا، وأقول ربما هذا يغير أفكارك حول الفيديو الذي يعني تشاهده الآن. نذكر دم المسيح، يعني دم المسيح، أنه المسيح يغفر خطايا العالم. أنا عملت بحث على هذا الموضوع، بحث وتعمقت فيه، أنه دم المسيح يعني هو فقط الذي يستطيع أن يغفر يعني خطايا الإنسان. ربما أنا لا أعرف كيف يكون رد فعلك، لأنك أنت الآن يعني سمعت بداية الفيديو، ثم نحن أتينا في النصف ونقول دم المسيح يغفر خطايا العالم. أنا لا أعرف ما هي خلفيتك الدينية، ولكن دم المسيح، نعم دم المسيح الوحيد الذي يغفر الخطايا الصعبة أو الخطايا التي لا تغتفر. هذا أيضا أنت لو لديك يعني تريد أن تسمع هذا، فممكن فيه قنوات أخرى، أنه في دم المسيح هناك سر وهناك قوة. دم المسيح يغفر الخطايا التي أبدا لا تغتفر. ولهذا هناك ناس يصبحون مسيحيين، يقول لماذا؟ يقول أنا تعبت، أنا جربت هذا الدين، جربت هذه الفكرة، جربت هذه النظرية، لم أستطع أن أشفى من ذنوبي. لكن عندما يقبل المسيح، نعم يقبل المسيح، طبعا المسيح لا نقصد الدين، هذا موضوع آخر، المسيح لا أقصد فيه الدين، وإنما المسيح هو العقل الكوني. على العموم نريد أن نستمر يعني توضيح الأمر، لأن حقيقة هذا الأمر عميق، يعني مسألة الذنوب وتكرار الذنوب، ومثلا ما هو يعني كيف نتعامل مع الذنب الصغير والذنب الكبير، يعني هو الموضوع فيه عمق حقيقة. لكن نحن نحاول أن طبعا أن نعرف يعني الذنب، العقل الكوني، كيف تتفاعل مع الذنب، ما هو علاقة العقل الكوني. ونريد أن نقول كلما تبحرت في دراسة عقل الله، كلما تبحرت في دراسة عقل الله، العقل الكوني، كلما تشعر بقوة، كلما تشعر باستقرار نفسي صحي، وكلما هذه الأفكار السلبية لا تستطيع أن تنتصر عليك. الفكرة الأخرى أو يعني الشيء المهم الآخر، أنه تمارس هوايات باستمرار. يعني ركز على ما هي الهوايات التي تحبها، ما هي الأمور التي تعشقها، تركز عليها. طبعا أيضا في هذه الأثناء سوف تأتيك الأخطاء مرة مرتين، تحسسك أنك أخطأت، ويعني هي نريد أن نقول هي أنت تشعر هي ملاصقة إليك، ولكن أنت يجب أن ترتفع، ويجب أن تفكر من مركز الكون. لاحظ، يجب أن تفكر من مركز الكون، مركز الكون زرع فكره فيك، فأنت تفكر من الله. هناك مقولة عظيمة للمفكر الرائع عالم الميتافيزيكس توماس ترود، أريد أن أذكرها في هذا الفيديو. ماذا يقول؟ يقول عندما الإنسان يفكر من الأرض، عندما الإنسان يفكر من السماء إلى الأرض، فعندما يرحل من هذه الأرض سوف يرجع إلى السماء. أكررها، عندما الإنسان يفكر من السماء إلى الأرض، عندما يرحل عن هذه الأرض سوف يعني يرجع إلى السماء، وعندما الإنسان يفكر من الأرض إلى الأرض، فعندما يرحل عن الأرض سوف يرجع إلى الأرض. بمعنى عندما أنت تفكر من مركز الله، أنت الآن تعود إلى الله، أنت متحد مع الله، هذه قاعدة كونية. عندما تفكر من مركز معاناتك، فبالطبع المعاناة تدمرك، المعاناة تحطمك. يعني هذه مثلا في هذا الفيديو التي نقصد فيها الذنوب. هناك في التاريخ البشري لو نقرأ قصص عظيمة، هل تعرف، ربما تنصدم أن كل يعني هناك ناس عملوا أخطاء جدا جدا عظيمة، ولكن عن طريق هذه الأخطاء تعرفوا إلى الله. مثلا
قصة القديس موسى الأسود، اكتب في اليوتيوب قصة القديس موسى الأسود. موسى الأسود كان مجرم قاتل قطاع طرق، وكان يستهزئ بقوانين الله، وفجأة يعني يسمع موسى الأسود القديس موسى الأسود صوت الله بجمالية لا أستطيع أن أصفها. نعم، الله عندما يتكلم مع الإنسان يعني يهز كل شيء في كيانه. فالله تكلم إلى موسى الأسود، وموسى الأسود في لحظة يعني تكلم الله معه كان ذاهبا لكي يقتل رجل ويسرق غنمه، فتغيرت كل مشاعر موسى الأسود، ويعني شعر بحزن وشعر بذنب كبير طبعا، لكنه عن هذا الطريق اتجه إلى الله وأصبح قديسا، القديس موسى الأسود. القصة الأخرى ماريا الناسكة، أو تسمى مارينا الناسكة، كانت ماجنة، كانت يعني لا تكترث إلى أي شيء، يعني تتصف بعدم احترام الأخلاق، معروف قصتها معروفة. وفجأة يعني سافرت إلى أورشليم القدس وتريد أن تمارس يعني دعونا نقول الفسوق. وفجأة وهي تمر وهي مارة من كنيسة، ورأت مريم العذراء، ومريم العذراء تكلمت أيضا إلى ماريا الناسكة، فقالت لها يا ماريا بكلام طبعا بصوت عظيم وصوت كله حب، فقالت لماذا تعملين هذا الفسق؟ يعني كفى هذا الفسق. وأيضا عندما سمعت ماريا الناسكة هذا الأمر انهار كل شيء فيها، بمعنى انهارت مشاعرها، حياتها يعني تغير كل شيء في حياتها، في كيانها، في أفكارها، وأصبحت ماريا الناسكة، حتى عندها كنيسة في كنيسة يعني في فرنسا معروفة ماريا الناسكة. من الغربيين أيضا القديس أوغسطين، القديس أوغسطين أيضا كان ماجن، وحياته عبث في عبث في عبث، وخربطة يعني عدم استقرار نفسي من هنا وهناك، ويعني قصته أيضا فيها كثير كثير من الـ يعني من الأمور حقيقة. ولكن في الأخير بالرغم من يعني هذا من عدم الاستقرار الفكري والعاطفي وارتكاب أخطاء، ارتكب أخطاء كبيرة، لكنه نراه قبل الله في النهاية، وتحول يعني من إنسان طاقة سلبية إلى إنسان طاقة إيجابية، وكتب كتاب جدا عظيم اسمه الكونفيشن، يعني الاعتراف، يشرح فيه مسألة الذنوب ويعني مسألة عدم الاستقرار والأخطاء التي عملها في حياته وكيف وصل إلى المسيح. فهناك ناس ارتكبوا جرائم كبيرة، أو هناك ناس يعني عملوا أخطاء ثقيلة في حياتهم، ولكن على الرغم من هذا الله يحبهم والله غيرهم. فممكن أيضا يعني العلاج في هذا الأمر إن هذه الأخطاء يا أخي ويا أختي تتعلم منها. نعم، نحن دائما نقول الأرض محطة تعلم، مدرسة، فتقول أنا عملت هذا الخطأ، كيف أتعلم منه؟ كيف يعني هذه تجربة حدثت لي، أنت تقول هذا، فكيف أحاول أن أتعلم؟ ما هي القصص التي أستفاد منها؟ لأن هذه التجربة هي تعلمك، تقويك، لكي تفتح لك فرص إيجابية، لكي تعرفك على الله أكثر، لكي تعرفك على قوانين الله أكثر. أيضا الخطوة المهمة في مسألة الذنوب، وهذا مهم، الاسترخاء، سماع الموسيقى، الاندماج والامتزاج مع الطبيعة، هذا جدا مهم، ممارسة الرياضة أو الضحك، مساعدة الناس الفقراء مهم جدا، التخصص في مجال يا عزيزي ويا عزيزتي، ويعني ممارسة هذا التخصص، تمني لنفسك الخير على الرغم من يعني ربما الانفعالات السلبية تأتي إليك، فتقول أحب نفسي وأتمنى يعني وأريد إلى نفسي الخير، تتمنى الخير لجميع الناس، هذا مهم في هذا الموضوع. هذه الذنوب تأتيك أنت، تمنى للناس الخير، حب الناس، تمنى أن يكونوا سعداء، أن يكونوا ناجحين. في نفس الوقت يجب أن تسامح نفسك وتحب نفسك أكثر، تقرأ
تقرأ حول الطاقة الإيجابية، تقرأ في علوم الإنسانية، تقرأ في علوم الأديان، تصلي أكثر، هذا مهم. وضعنا أيضا في قناتنا توكيدات affirmation، تعمل هذه affirmation باستمرار. عزيزي وعزيزتي، في نهاية هذا الفيديو نقول شيء واحد: الله يحبك. على الرغم أنه هذه يعني الشعور بالذنوب يأتيك، وعلى الرغم من ربما كوابيس تأتيك، نقول باستمرار: الله يحبك، الله يريد لك الخير، لأن الله، وهذا مهم، يراك جزء منه لا يتجزأ أبدا. الله لا يرى فيك الضعف، الله لا يرى فيك أنك يعني مجرم، الله لا يرى فيك أنك مريض، الله لا يرى فيك أنك فقير. حتى لو يعني تأتي إليك آلاف ملايين الأفكار السلبية، نريد أن نقول لك: لا تكترث إليها مطلقا مطلقا مطلقا. هناك فرص إيجابية حولك أنت ربما لا تراها، لأنك ربما مكبل بهذه الأفكار السلبية. نريد أن نكسر هذه الأفكار السلبية، لأنها ليست حقيقتك. حقيقتك أنك في ذات الله تعيش إلى النهاية. نشكركم على مشاهدتكم هذا الفيديو، ونراكم في الفيديوهات القادمة.